السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب السادس الإعدادي اتجدد، هو منكم يعني يبدي بالعطلة وما يعرف شنو يقرأ بيها؟ يعني هذا الفيديو راح يكون للكل، يعني اللي مثلا مواد مسجل منها خصوصي، اللي دا يقرأ بس على اليوتيوب، يعني راح أحكي عن كل الطلاب وكل شيء، يعني تنظيم الوقت بصورة عامة بالعطلة. ووجهة نظري أنا كمدرسة، يعني أنا كل سنة أنا يعني أدرس إنجليزي، كل سنة أشوف الطلاب، ألتقي بهواي طلاب سادس، يعني طلابي بالإلكتروني وبالحضوري وطلاب اليوتيوب، دائما يعني أشوف شنو الأشياء اللي سووها، شنو الأشياء اللي أشوفها أحسن. فراح أسولفكم كل هاي الشغلات، راح أجاوب على الأسئلة دائما اللي توصلني، لأن أنا بقناة التليجرام تقدرون تشتركون بقناة التليجرام، وأكو عندي بوت، أي سؤال عندكم يخطر ببالكم تقدرون أن تسألوني، وأنا دائما أسوي فيديوهات نصائح من هذا النوع. هذا الفيديو حسيت إنه راح يكون كلش مهم، خصوصا لأنه إحنا هسه بعدنا بداية العطلة، يعني احتمال أكو طالب بدأ بخطة معينة وما مشت وياه، فيلتزم بهاي الخطة اللي هي على فكرة راح تكون فكرة بالإنجليزي يسموها flexible، يعني تقدر أنه تغير بها شغلات إذا ما عجبتك. أنا أقول لكم شنو تغيرون بالجدول، شنو الأشياء تقروها، بس أنا يعني هذا الجدول سويته إنه ستاندر، إنه شيء ثابت، الطالب اللي يريد يمشي عليه يقدر يمشي، يريد يغير به شغلات يقدر يغير، ومتأكد راح يفيدكم كليتكم. وعلى فكرة همين سويته للعلمي وللأدبي، فيلا تعالوا نبدي بالجدول ونقرأ به. أريد أسولف لكم شوية عن الدورة الإلكترونية مال الإنجليزي وعلى الشرح مال الإنجليزي بيوتيوب. طبعا الطالب اللي لحد الآن بعد ما قرأ الإنجليزي أو قرأ ويعني يريد يلتزم وياي، فأني باليوتيوب يعني سويت قائمة تشغيل وراح أخلي رابط مالتها جوا قائمة التشغيل. بديت أنزل المحاضرات مال المنهج مال 2025، المنهج كله شرح مفصل، شرح كرتوني، يعني انت اذا تريد الانجليزي من المواد اللي تنساها، وعلى فكره ان شاء الله راح اسوي فيديوهات مال شلون تحفظ الانشاء بسرعه، شلون تحفظ القطع ما تنساها، وشلون هاي، وحتى اليوم هم راح اذكر ملاحظات يعني ان شاء الله. فانت اذا الانجليزي عندك مشكله تنسى، الحل هو الشرح مالتي، لان هو شرح كرتوني، يعني انا اسوي لكم اعرض لكم مثل الكرتون بالبدايه، تتابعون الكرتون وبعدين تفهموه دائما. هذا الشيء الفكره كلش مفيده وفعاله، وناويه انه اخلص المنهج كليته باليوتيوب، فتقدرون انه تلتزمون وياي. اما الطالب اللي يريد الكتروني، وعلى فكره الالكتروني هو انه انا اكون تواصل وياكم شخصيا، ارسل لكم المحاضرات، ورا كل محاضره اكو امتحان يومي، وبعد الامتحان اليومي اكو امتحان تراكمي وامتحان شامل ونص شامل، والطالب اللي يغلط يعني بالامتحان اخليه يعيد كتابه الكلمه اكثر من مره. المهم يعني التزام قوي ويا طلاب الالكتروني. هاي دفعه 2025 الالكتروني مالتهم، احنا اصلا بدينا وياهم، بس الطالب الجديد موجوده جروبات جديده، اهم فتره وتنغلب فلحقوا عليه. حاليا اكو عرض، هو سعر المنهج كله ب 200,000، اكو عرض اذا تجيب احد وياك يصير ب 150,000، يعني انت يصير لك ب 150,000 وهو السعر الاصلي 200,000، فتقدرون ان تشوفون هذا العرض كلي. اول شيء مثل ما تشوفون هذا الجدول رتبته، جدول تنظيم الوقت. احنا المواد مالتنا ما سادس سبع مواد، سواء كنت علمي او ادبي، لان العلمي كتبت لهم مثلا احياء، الادبي كتبت جوها تاريخ، يعني انت تستبدل. اذا انت ادبي انتوا هسه هذا الجدول كلكم كتبوه بورقه يمكم قدامكم، هسه افهمكم بالتفصيل كل وحده شنو قصدي. اذا انت علمي اكتب احياء، اذا انت ادبي اكتب تاريخ، اذا انت علمي اكتب كيمياء، ادبي اكتب جغرافيا، واذا انت يعني قصدي من تنقلون جدول، اذا انت علمي اكتب فيزياء، واذا ادبي اكتب اقتصاد. المواد مالتنا رتبتها حسب تقسيم الامتحانات، يعني الامتحانات مال الوزاري. اول امتحان الجدول الوزاري عندك اسلاميه، وراها عربي، وراها انجليزي، وراها احياء للعلمي وتاريخ الادبي، رياضيات يعني للفرعين، كيمياء للعلمي وجغرافيا للادبي، فيزياء للعلمي واقتصاد للادبي. ست ليش قسمتي المواد هيجي؟ لان المواد كليتها لازم من نريد نقرا بالعطله ما نقرا بشكل عشوائي. اشوف هواي طلاب من يريدون يقرون يبدون يقرون بشكل عشوائي، مثلا يقول انا ضعيف خلينا نقول بالانجليزي، يبدي يقرا انجليزي مثلا بشكل عشوائي بدون ما يحدد الماده اللي خلصها بالعطله، بدون ما يحدد. وهم اشوف جزء كبير من الطلاب، يعني اكو يعني بعضهم مو كبير كلش، بس شفت يعني انا ايش يقول، يقول لك اني اكمل كل المواد، ذني سبعه هاي المواد كلها اكملها بهاي الاشهر القليله بالعطله. طلاب انت ماده سادس، انت مو ماده سهله، هي انا اقول لكم هي سادس يعني اوكي سهل، بس مو ماده سهله لدرجه انه اكملها كلها بثلاث اشهر، ماكو هيك شيء. الشيء المعقول انه بالعطله يفضل تكمل يا اما فصلين ونص او ثلاث فصول، او حتى لو بس فصلين، حتى لو بس فصلين. يعني تنتبهون، انا يا طلابي الالكتروني يعني من اقريهم ومشيهم بالماده، ان شاء الله حتى اليوتيوب اكمل يونتين ونص فترة العطلة، لأن فترة كافية إنه يكمل يونتين ونص. إذا نكثف ونقرأ هواية هالشي راح يأذي الطالب، لأن إحنا ما نريد نأذي الطالب، إحنا ما نريد نكثف المادة ونقرأها هوسة، لأن بصراحة مواد السادس أول ثلاث أفصل هن أكبر شيء بالكتاب. يعني أنت إذا كملت أول ثلاث أفصل مثلا، أول ثلاث يونتات بالإنجليزي، وأنا عندي اطلاع على فكرة على كل المواد،
اول فصلا بال اول ثلاث يونتات بالانجليزي هنا اطول شيء، وراها بعد ماده تصير اقل، حتى عندكم يعني الكيمياء اول ثلاث افصل كلش طوال، الرياضيات العربي الاسلاميه الفيزياء، يعني هاي انت بالعطله انا هسه تمو تكتبون هذا الجدول جوا شو تكتبون؟ يفضل اكمال فصلين ونص او ثلاث فصول، هذا الشيء انت حدده طلاب، انت حدده، تحس نفسك تقدر تكمل ثلاث فصول، يعني هذا الحد الاقصى لا تعبروه. يعني انا بهذا الفيديو جدا اعطيكم ليميت، ليميت بالانجليزي يعني حد، يعني الحد الاقصى ايش قد؟ ثلاث فصول، مو تقرا اكثر، اقل شيء فصلين، ما تقرا اقل، يعني مو تقرا لي بس فصل، لا انت ده تسخت، اذا تقرا لي بس فصل انت ده تسخت، تقرا لي بالعطله فصلين اقل شيء، اكثر شيء ثلاث افصل. المتوسط اللي انا اشوفه بنظري احسن شيء هو فصلين ونص، كلش زين فصلين ونص، انت اذا مشيت فصلين ونص بالعطله هذا الشيء كلش زين. اوكي زين، اذا هسه يفضل اكمال ايش قد عندي؟ فصلين ونص او ثلاث فصول. وطبعا اريد منكم تشاركون هذا الفيديو ويا كل اصدقائكم للاجر والثواب، صديقك اللي ضايع وما يعرف شنو يقرا هذا يفيدكم. زين اذا هسه لحد الان هسه حطينا النقاط على الحروف، نبدي بالمرتب عندي، تكتبوا لي هذا الجدول، تكتبون المواد اسلامي عربي انجليزي احياء رياضيات كيمياء فيزياء تاريخ جغرافيا اقتصاد للادبي، تكتبون جواها انه اكمل هسه، لا تنتظر وقت الثاني، توقف الفيديو وتحدد انت تكمل فصلين ونص، لو تكمل ثلاث افصل، لو تكمل بس فصلين. زين المواد حتى اساعدكم عندكم هنا انا كتبتهن، انه عندنا اسلاميه عربي انجليزي احياء رياضيات كيمياء فيزياء وتاريخ وجغرافيا واقتصاد، كتبت كل وحده شنو عندنا، لان الاسلاميه خمس وحدات وطبعا يفضل انه تقروها يوم واحد بالاسبوع، يعني لان الاسلاميه مو تنهم الطلاب. واكو هم استاذ اسمه محمد احمد بقناه التليجرام، هو دائما ينزل، فهمه راح اخليكم رابط قناته تحت، يفيدكم ينزل شغلات يعني تفيدكم بالاسلاميه، اذا تريدون انه تلتزمون وياه تقرون مره بالاسبوع او مرتين بالاسبوع اسلاميه، لان هسه راح اكتب لكم الجدول الستاندر. العربي عندكم قواعد وادب، وهسه راح اسولف شلون تقسمون القواعد والادب، يعني اول شيء هم راجع لكم. الادبي عندهم نقد، زين الانجليزي ثمان وحدات وهذا خلوه علي، انا من هسه اقول لكم خلوه علي، سواء انت كنت علمي او ادبي، سواء كنت تريد تسجل او ما تسجل، تعتمد علي باليوتيوب او تعتمد علي بالالكتروني، خلوه علي الانجليزي وياي يصير سهل كلش، شرح كرتوني وانزل لكم، وانا هم راح التزم وياكم قناه التليجرام. عندكم بعد باقي احياء رياضيات كيمياء فيزياء، هسه راح نتطرق لها من نجي بهذا الجدول هنا، زين خليها هسه نجي. اوكي الاسلاميه طبعا انا مقسمه منها الايام الاسبوع، أنا أشوف أنه هاي المادة ما تنهمل بالعطلة، لأن هواي طلاب ما يقروها نهائيا بالعطلة، هذا الشيء غلط، يعني لازم ولو تطلع تقرأ موضوع واحد كل أسبوع، أنت قارئ لك موضوع واحد، أنت خلصان العطلة مكمل لك فد كمية من المادة لا بأس به، وهذا الشيء يفيدك من تبدي بداية الدوام، يصير تكثيف عليك أنت بداية المواضيع على الأقل حافظها، فنهائيا ما تنهمل الإسلامية، دير بالكم، وهواي طلاب تهملها، أشوف كل شيء هواي طلاب يهملون الإسلامية، لأن يقولون أن هي مادة سهلة وبعدين أقراها، بس ماكو هيك شيء، أنت طالب سادس لا تعرف أي شيء بعدين، حاول كل شيء تقرأ، فما تقراها كل أيام الأسبوع، تقراها يوم واحد من أيام الأسبوع، أنا اخترت يوم الجمعة، وطبعا أنا هذا الجدول مرتبته بكيفي، هذا جدول أنا بكيفي، مثلا فرضا طالب عجبه كل ايام الاسبوع يعوفها بس الثلاثاء يقرا الاسلامي عادي، غيروا هذا الجدول انتم يعني يمكم انه حط على الثلاثاء الصح، بس هذا الجدول اللي يريد يتبعه نصا اتبعوه للي يريده كلش، اللي يريد شويه يغير مثلا مسجل كم درس حضوري كم درس مسجل الكتروني فيتضارب ويا جدوله، فتقدر انت انه تغير حسب اللي انت يناسبك، بس انا هذا الجدول هو قالب تقدرون انه تغيرون به. فعندكم يوم من ايام الاسبوع اي يوم يعجبكم خلوه للاسلاميه، يوم ثابت غصبا ما عليكم تكملون موضوع مالة الإسلامية، وقلت لكم تابعوا شرح أستاذ محمد أحمد لأن هو كلش خوش يشرحه، أنا همينة راح أحكي وياه إنه يدير بالي عليكم بالتليجرام، زين؟ فبالتليجرام وباليوتيوب فهو موضوع واحد بالأسبوع تضبطون الإسلامية. نجي وراها للعربي، دا تشوفون العربي لازم ينقري كل أيام الأسبوع، ليش؟ لأن العربي مو سهل، يعني بيه قواعد وبيه أدب. بقواعد وبأدب، زين انت ست مدرسة انجليزي شو مدرش بالعربي؟ طبعا انا اشوف لان انا يعني طلاب السادس دائما يجون يحكون وياي، انا هم مطلع على المواد، اتذكر من انا كنت السادس، كل هاي عندكم كل العربي مادة ما تنهمل. اشوف هواي طلاب مثلا يقول انا بالعطلة مثلا اقرا بس القواعد، اقرا بس الادب، اقرا بس هيك، لا لا مو هيك، لا تسوون هيك، اذا انت مسجل التزم ويا المدرس مالتك، اذا انت ما مسجل سوي نفسك جدول. خلي لك ايام للقواعد وخلي لك ايام للادب، واللي يفضل هم راح اعطيكم الستاندر اللي من وجهه نظري اشوفه زين، خلوا لكم ثلاث ايام
للقواعد وتقرون يعني 3 محاضرات كاملة مواضيع أو محاضرتين، وبقية الأيام خلوها تحفظون أدب لأن حاولوا تكملون جزء كبير من الأدب بالعطلة. أنا ما أدري يعني أنتوا شقد يعني ناسبكم، بس الأدب مادة تنسي، فحاولوا أنه يعني المادة اللي تنسي حاولوا أنه شوية تركيز يكون عليها، يعني فاهمين شلون؟ لأن الأدب مادة تنسي، فإحنا ما نريد أنه نخربط بيها، فنحاول أنه نقراها ونراجع. هسه نجي لي الانجليزي، يقولون ننطي الخبز الخبازه. انا مدرسه انجليزي راح اسولف لكم بالتفصيل على الانجليزي. بقيت مواد حكيت وجهه نظري، اكيد انتم تشوفوا استاذ باختصاص مثلا اختصاص عربي، الاسلامي يشوفوا الاستاذ محمد احمد، بقيت المواد شوفوا الاساتذه تعتمدون عليها، بس الانجليزي راح اسولف لكم عليه بالتفصيل شلون تقروه بالعطله. اول شيء مثل ما قلت انه انت اذا سواء كنت يعني مسجل عندي او ما مسجل عندي، انا بدك تعتمد علي باليوتيوب، راح انزل المحاضرات واريدكم يوميه. هو اليوتيوب نزل 3 مرات بالاسبوع. زي ست ليش مخليه صح يوميه؟ شنو السبب اللي مخليه صح يوميه؟ مخليه صح اليوميه لان انجليزي ماده تنسي، ماده تنسي وانا اشوفها بعيني، ماده تنسي. ليش تنسي؟ يراد لها تكرار، يعني ماده لازم تعيدها قد ما تقدر. والطالب اللي مستوى زين تقدر 4 مرات بالاسبوع كافيه او 3 مرات بالاسبوع كافيه اذا انت مستواك زين. بس اذا انت ضعيف بالحفظ يوميه تقرا الانجليزي، يعني مو يوميه يعني هسه مثلا انه انا منزله 3 مرات بالاسبوع وسويت جدول على فكره راح انزله هم من بالكوميونتي مال يوتيوب، وراح نلتزم بالتنزيلات مالته باليوتيوب. يعني عندي ايام بالاسبوع تقروها. حاليا الجدول راح انزله ورا هذا الفيديو ان شاء الله، جدول انه تنزيل المحاضرات ايش وقت انزل المحاضرات باليوتيوب حتى تلتزمون بهاي الايام تقرون الانجليزي وياي. اما اللي يريد يسجل الكتروني فهذا جدول خاص بهم لهم ولهم امتحانات خاصه بهم، فاكيد هم تقدرون تتواصلون. المهم ليش اوكي اتخن نقول درست وياي قريت 3 مرات بالاسبوع، قريت انه مثلا 3 مرات بالاسبوع، بقيه الايام شنو تسوي بها؟ تراجع اللي قريته، تراجع لي قرأت. أنا طلاب الإلكتروني يسوي لهم امتحان تراكمي، أنت إذا تقرأ عليه اليوتيوب أنت امتحن نفسك تراكمي، يعني أنت كملت هاي المحاضرات أنت شوف طلع جيب ملزمة وزاريات. من هسه أنصحكم ملزمة وزاريات الكنترول، وأنا هم راح أسوي ملزمة وزاريات إن شاء الله لكم. أنا ملزمتي أصلا بها أسئلة كافية وزاريات، يعني منقحة بالوزاريات، فتقدر أنه من ملزمتي أنت تمتحن نفسك. إذا أنت مستواك ضعيف تقرأ الإنجليزي 3 مرات بالأسبوع، أوكي 3 مرات تقرأ وبقية الأيام تراجع. يعني مثلا قريتي لانه انت نزلت باليوتيوب، خلينا نقول انا حاليا زي طارق كملته وكملت كم موضوع قواعد، يعني موجود الرابط قلت لكم راح اخليه تحت. فالطالب يجي خلينا نقول بالبدايه قرا انه اوكي قرا زي طارق قرا هاي المواضيع، هسه تجي تمتحن نفسك. شلون تمتحن نفسك؟ طالع ملزمتي تكتب لك كم سؤال وامتحن نفسك ورقه وقلم، اعتبر نفسك انت دا تقرا ودا تمتحن. اما الطالب اللي مثلا قلت لكم يريد يعني يلتزم الكتروني فعاد تقدرون تسجلون، واللي ما يسجلهم هاي مو مشكله، انت تقدر تعتمد وياي باليوتيوب زين، وانت تمتحن نفسك وتختبر نفسك اوكي. وهم بالتليجرام ان شاء الله انزل لكم كل شو شغلات تفيدكم وشغلات هم تحتاجوها. اذا هسه خلصنا من اول 3 شغلات، قلت لكم الانجليزي انا خليته يوميه لان مخليه ببالي الطالب اللي مستواه كلش ضعيف بالانجليزي، بس انت اذا مستواك زين حدد لك 3 ايام بالاسبوع او 4 ايام بالاسبوع كلش كافي، وبقيه الايام عادي لا تقرا وشوف غير مواد. هسه نجي للاحياء، الأحياء مادة تنسي، مادة تنسي فهمينا، حاولوا تقروها 4 مرات بالأسبوع، 4 مرات بالأسبوع تنقري الأحياء أو التاريخ. ليش 4 مرات؟ وحتى إذا تقدرون هاي يعني أيام أنه تراجعون بالليل، ولو أنه الأحياء مادة مكثفة حاولوا تقروها 4 مرات بالأسبوع، حاولوا تراجعوها أكثر من مرة لأن هي مادة تنسي. يعني مثلا من تقرأ موضوع وتعبر عن الموضوع اللي بعده حاول يعني ترجع تراجع القبله. يعني ابسط شيء مثلا انت قريت ما ادري انتوا عندكم الخليه، خليه بالبدايه مثلا قريتها تكملت الخليه موضوع اول شيء ما ادري شنو، يمكن ما نباتيه وحيوانيه والله ما اعرف، بس انت مثلا كملت هذا القسم تكمل هذا الموضوع تعيد القبله لان الاحياء ماده تنسي. انت خلي ببالك الماده تنسي، يعني خلي ببالك انه انت يراد لها اعاده لان انت طالب سادس وما راح تتعب من الاعاده. من هسه ومن البدايه عود نفسك تعيد هوايه. اهم شيء مو الكميه، مو اهم شيء ايش قد خلصت ماده بالعطله، لا اهم شيء ايش قد ضبطت ماده بالعطله. احنا مو نقرا هوايه ونتيها على روحنا، لا احنا نفتهم احنا ايش نسوي، نقرا زين ونركز. فلذلك قلت لكم من هسه تعود نفسك على التكرار كطالب سادس. انت لا تظل انه انا اهم شيء امشي مثلا اكملي هالقد افصل، هي مو بالكميه طلاب، ترجع للدوام تلقى نفسك ناسي ايش الفائده، هذا الوقت هيج ضيعته وهيج نفسك تعبتها. فانت من تقعد تقرا تقعد الاحياء عندك ترجع تعيد القبله. هسه نجي للرياضيات، الرياضيات واشوف هواي الطلاب يعني ما ادري يغلطون هاي الغلطه، ومو بس بالرياضيات كل المواد، انه يظل يغير هواي اساتذه.
يعني هسه حتى كل المواد هاي لغلطة الطالب. من بداية السنة حاول أنت سواء كنت مسجل أو مسجل، تأكد بنفسك هذا الأستاذ يفيدك لو لا، تشوف تقل تابع كم محاضرة إليه، يلا تقرأ عليه أو يلا سجل عنده. يعني هسه حتى أنا بالنسبة لي بالإنجليزي يعني مو تجي قبل أن تسجل والله شفته خوش شرحه فيديو، يعني لا، روح تابع شرحي هسه اللي نزلته باليوتيوب، شوف نفسك تفتهم لو لا، شوف حبيت الآلية لو لا، يلا تسجل عندي أو يلا تقرأ عليه باليوتيوب. فاهمين شلون؟ فرياضيات من المواد اللي أشوف الطلاب هواي يغيرون مدرسين بيها، فحاول من البداية تثبت على أستاذ إنه أنت تقرأ على واحد وهم الأساتذة كلهم يعني زينين. أنا أشوف الأستاذ حيدر عبد الأم كل الزين، حيدر وليد هم ما مقصر باليوتيوب، تشوفوا اللي يعجبكم، أكو هواي يعني أساتذة باليوتيوب، بس أنتوا شوفوا اللي يعجبكم واللي تفتهمون عليه زين واللي يعني يخدمكم شرحه. فأنتوا هسه حاولوا أنه باليوتيوب تحاولوا تطلعون الأستاذ اللي يعجبكم، تتابعون زين بالشرح وتقرون بالمحاضرات سواء التزمتوا يوتيوب أو ما التزمتوا. الرياضيات من المواد اللي يراد لها ورقة وقلم، يعني أنا أشوف الطلاب الشطار اللي يطلعون معدلات، لأن أنا دائماً أسولف وياهم من يسجلون عندي، يعني يصيرون مثل أن دائماً أراسلهم وأسأل عليهم من يطلعون معدل يراسوني. فأغلب طلابي يعني ما شاء الله اللي مطلعين معدل ويفرحوني كل سنة، اللي يعني مسجلين عندي دائماً أراسلهم، أو حتى اللي بس يقرون عليه باليوتيوب يراسلوني يقولوا لي ست يعني مثلاً إنه أنا رياضيات جد أقرأها كلها ورقة وقلم، ودائما من الرياضيات من المواد اللي ما ممكن تقراها يعني بس صبورة وخلص، لا تقراها ورقة وقلم وتفتهم، لأن الرياضيات مادة يعني هي عندكم هي والكيمياء هاي أو حتى الفيزياء بها مسائل، لأن أنا علمي كنت فأكيد يعني أعرف أنه شايفتهن. وبالنسبة هسه التاريخ، سوري نسيت ما حكيت بالتاريخ، فالتاريخ كله حفظ حالة حال الأحياء، يعني هاي ما قلتها. المهم الرياضيات والكيمياء والفيزياء هذين المواد كليتهن لازم تحل بإيدك، ما ممكن بس تابع شرح أو بس تروح بالحضوري وتقعد ها هي خلاص، لا لازم حل بالإيد، تخلي ورقة وقلم تحل السؤال بإيدك بدون ما تغش وتباوع لا على المزمة ولا على اليوتيوب ولا على الكتاب، تنتبه على نفسك أنت تحل بإيدك أوكي. فالرياضيات والكيمياء والفيزياء المسائل مالتهم هيك، حتى الحفظيات حاولوا دائما تعتمدون طريقة الورقة والقلم. وطبعا راح أسوي لكم فيديو أفضل طريقة للحفظ، يعني أكو هواي طرق للحفظ يعني تخليك تحفظ المادة وما تنساها، أكيد راح أركز على الإنجليزي شلون تحفظه وما تنسى، وهم أحكي عن بقية المواد لأن أنتوا دائما تسألوني على كل المواد وأنا يعني ما أحب إنه أقصر وياكم، فقلت أسوي لكم هيك فيديوهات وهيك شغلات حتى تستفادون من عندها. زين طلاب، فالحفظيات هم حاول ورقة وقلم، المسائل حاول ورقة وقلم، أخلي لي ورقة وقلم أفتهم إيش دا أسوي، أقعد أكتب وأفتهم، فحاولوا أن تسوون هذا الشيء. زين قلنا الكيمياء نفس الشيء، أنه ورقة وقلم وكم مرة بالأسبوع، الكيمياء 3 مرات بالأسبوع كافية لها، بس مو 3 مرات يعني تقرون قليل، لأن الكيمياء من المواد اللي من تقراها حاول أنه تقرأ محاضرة كاملة، يعني 3 مواضيع تكمل 3 مواضيع بالأسبوع، يعني مو 3 محاضرات قصيرة لا 3 مواضيع بالأسبوع، وبقية الأيام خليها بلانك حتى تلحق أنه تقرأ باقي المواد. نجي للفيزياء، همين 3 مرات بالأسبوع أشوفها كافية، يعني 3 مواضيع بالأسبوع تقرأ وهم تمتحن نفسك سواء كنت مسجل أو ما مسجل. نفس الشيء طبعا الجغرافيا همين 3 مواضيع بالأسبوع، والاقتصاد همين 3 مواضيع بالأسبوع، فنفس الشيء الفيزياء همين والكيمياء همين أشوفهن يعني نفس الشيء. بس أكو شغلة أنه الكيمياء بها مسائل أكثر من الحفظيات، الفيزياء بها حفظيات أكثر من المسائل، فمثلا إذا حسيتوا نفسكم أنت مو زين بالحفظيات أنه زيد يوم، زيد لك يوم للفيزياء، لأن أنا قلت هذا الجدول مو شيء ثابت، التغير اللي يعجبك. مثلا أكو طالب أنه يقول أنا الكيمياء مو زين بها فأقرأها 4 مرات بالأسبوع، أقول لك كيفك أقرأها 4 مرات لأن أنت مو زين حتى تعيد شوية. أكو طالب يقول أنا ما أقدر أقرأ الفيزياء يعني مثلا بس 3 مرات أريد أقرأها 4 وأقلل من أيام الكيمياء، أقول لكم هذا الشيء راجع لكم. زين فأهم شغلة تنتبهون عليها، يعني هسه هذا الجدول حاولوا أن تكتبوا يمكم مثل ما قلت، حاولوا أن تحددون شنو راح تكملون بالعطلة من هسه، حددوا مثلا أنه الإسلامية راح أكمل من عندها كل أسبوع موضوع، حسبوا كم موضوع تكملون وكتبوا أنه أنا الإسلامية أكمل إلى حد فلان مكان، العربي القواعد أكمل مثلا شعدكم يمكن استفهام وراها نفي، والله ما أدري يمكن استفهام نفي، حاولوا تكملون مثلا استفهام والنفي بالعطلة، وعدكم الأدب أنه تمشون بمشية زينة لأن الأدب ينسي، الإنجليزي تكملون أول 3 يونتات، يونت الأول والثاني والثالث، قلت لكم أن تقرون وياي أو يونتين ونص كلش كافي، لأن الإنجليزي مادة قلت لكم يعتمد على الحفظ، وأنا اعتمدوا وياي على اليوتيوب دائما مادة، أنا كلش أحب مادة الإنجليزي، يعني أنا صح أنه تقولون ها مو أنت تدرسيها فأكيد تحبيها، لا ما أنا أحبها لأن أحسها يعني حلوة مادة ممتعة، وخصوصا أنا من أشرحها أسويها كارتون وأسويها وأتعب بالتصميم وأتعب بالتصوير، فأسويها حلوة يعني المحاضرة أسويها ممتعة، ودائما حتى الطلاب يقرون علي يقولون ست إحنا من نقرأ بالإنجليزي ما نحس بالوقت، محاضرة حلوة يعني تصير، فالإنجليزي مادة كيوت، يعني حتى الطالب دائما مثلا اللي مستوى مو زين من يجوني يقولوا ست أنا أكره الإنجليزي، أو حتى أي مادة طلاب أنت من تقول أكره
انت صدق راح تكره. قول احبها، قول انا احب الانجليزي، احس كل شيء ونس من اقرا، وصدق انا راح اخليكم تحبوه، ويعني انا متاكده من نفسي من تقرا عليه تقوم تحبه. الانجليزي ماده كلش كيوت وسهله ولطيفه، لا تسويها صعبه من البدايه، حاول انه تكملون يونتين ونص، ثلاث يونتات على الزايد. انا باليوتيوب راح اكمل لكم يونتين ونص زين، فتلتزمون وياي بالعطلة. خوش قلت لكم سواء الكتروني او يوتيوب انتم ملتزمين وياي ان شاء الله. نجي هسه لبقية المواد. مثل ما قلت انه الشيء هذا راجع لك كمرة تقرا بالاسبوع، هذا الجدول ستاندر، اكتب الجدول، اكتب الليمت الجد اللي تريد توصل لها زين. وحدد اهم شيء ايام الاسبوع من هسه، حدد لك جدول وحاولوا تلتزمون. طلاب صدقوني الالتزام هو اهم شيء، ودائما اول شهر من الالتزام صعب، يعني بس اول شهر تحسه صعب، وراح يصير الالتزام شيء روتيني، لان احنا دائما الشغلات من الصر روتيني يعني نتعود عليها. فانت بالبدايه حتحسه صعب انه انت تلتزم بجدول مثل هذا، يكون عليك صعب، بس اول شهر راح تعاني، وراها راح يكون كل السنه راح يصير شيء روتيني. فحاول من البدايه، انت طالب سادس هذا مستقبلك، ما حد يفيدك غير نفسك، حاول انه تلتزم بيه.